السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي فوائد التوفو؟ بداية، أثبتت العديد من الدراسات العديد من الفوائد التي تعود إلى التوفو، والتي تلخصت في ضبط الوزن والحفاظ على السعرات الحرارية في المعدل الطبيعي لجسم الإنسان، حيث ساهمت بشكل كبير جدا وجود هذه الفائدة على خفض تناول العديد من السعرات الحرارية وزيادة معدل الحرق، فذلك ساعد بشكل كبير جدا على فقدان الوزن أو ضبط الوزن نوعا ما. وبالتالي كما ذكرنا بأنه يختلف من شخص إلى آخر، وأيضا تعزيز صحة القلب. فبالتالي ساهم وأشارت العديد من الدراسات في عن هذا الأمر بأن المركبات الموجودة في التوفو ومنتجات الصويا الأخرى تساعد أو قللت بشكل كبير جدا من مستويات الكوليسترول الضار، والذي يعتبر أمر سلبي على جسم الإنسان، فبالتالي الذي ساهم أيضا في رفع مستوى الكوليسترول الجيد وأيضا تقليل الأعراض المصاحبة لآلام المفاصل والمشاكل هذه، وأيضا الإصابة بالسرطان ومشاكل السرطانات المختلفة وتعزيز صحة الدماغ.